يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين القول بأن القرآن كله مفهوم للمخاطبين، وبين قول بعض العلماء الحروف المقطعة في بداية السور الله أعلم بمرادها؟ كيف يكون ذلك؟ الحروف ما هي بكلمة، ما هي بكلمات، حروف فقط، حروف فقط، حروف مقطعة، ما هي بكلمات لها معنى. الحرف ما له معنى حتى يضم إلى غيره، ولهذا يقول النحويون الكلام ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الحرف وحده ما يفيد شيء، لما تركبه يصير كلمة، يصير كلمة يدل على شيء، هذا معنى الحروف المقطعة. نعم.